وأبدأ معك إيهاب. إذن لليوم الثالث على ما أعتقد الأمور محتدمة في بلدة لخيام مع محاولات التوغل والدخول إلى هذه البلدة من جانب قوة الاحتلال. نعم بالفعل هو قصف مستمر من الجانب الإسرائيلي وأيضا إطلاق صواريخ من جانب حزب الله باتجاه بلدة لخيام. طبعا خلال الساعات 24 الماضية شهدت البلدة اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وبالقذائف بين الطرفين، ولا نستطيع حتى هذه اللحظة سماع إطلاق النيران وكذلك القذائف التي يطلقها الجانب الإسرائيلي باتجاه بلدة لخيام، أو على الأقل ما يظهر منها بالصورة بسبب الضباب الذي يلف البلدة ومنطقة القطاع الشرقي من جنوب لبنان. القصف المدفعي الإسرائيلي تركز على الجزء الغربي من بلدة لخيام هذا الصباح، وهو مستمر إن كان بشكل متقطع، إلا أنه يتزامن كذلك مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية واستمرار حزب الله بإطلاق الصواريخ باتجاه هذه المنطقة وتحديدا المنطقة الجنوبية من بلدة لخيام، حيث تحاول القوات الإسرائيلية التوغل من ثلاثة محاور. كانت بدأت هذه المحاولة منذ يوم أمس وهي مستمرة، ويقول حزب الله وفقا للبيانات التي أعلنها أنه أطلق الصواريخ باتجاه تجمعات للجنود باتجاه جنوب هذه البلدة أربع مرات منذ ساعات الفجر الأولى، آخرها كان قرابة التاسعة بالتوقيت المحلي باتجاه تجمع للجنود في المنطقة الجنوبية أيضا. طبعا هذا جزء من المعركة الدائرة هنا في منطقة لخيام. كذلك سجل قبل لحظات من الآن إطلاق صواريخ من القطاع الغربي من جنوب لبنان باتجاه وتحديد أو إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، وطبعا هذه الإطلاقات مستمرة من جانب حزب الله. كان حزب الله أطلق بعد منتصف الليلة الماضية صواريخ أيضا باتجاه كريات شمونة. حتى هذه اللحظة فإن المعارك لازالت دائرة وإن كانت متقطعة في القطاع الغربي. تحدث حزب الله يوم أمس عن تدمير دبابة إسرائيلية قرب بلدة الجبين، والتي هي منطقة عمليات للقوات الإسرائيلية، والتي توغلت من هناك باتجاه طير حرفة وشمع، وكذلك استمرار القصف المدفعي لإسناد القوات الإسرائيلية التي تحاول التوغل باتجاه أماكن أخرى من القطاع الغربي. لكن حزب الله أعلن أنه تمكن وأنه تصدى لقوات هناك وقصف هذه القوات إما بالصواريخ أو بالمدفعية، وكذلك استعمل الليلة الماضية في منطقة لخيام المسيرات الانقضاضية التي استخدمها بكثافة ضد القوات الإسرائيلية وفقا للبيانات التي أعلنها خلال الليلة الماضية. طبعا هذا جزء مما يجري، لكن ربما ظروف الطقس والمناخ لا تساعد عمليا على رؤية ما يجري تحديدا بسبب غزارة الأمطار والضباب الكثيف الذي يلف هذه المنطقة.